بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ اليوم 6/8 ان شاء الله سيتم توزيع طعام على اخواننا النازحين في مصر خان يونس. شكرا لاختنا غاده وصحباتها من الاردن. أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. هانذا ستبقى هنا. انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا أبني. ها أنا ذا